فاكرين محمود الطفل الضحية؟ يظهر إن العام ده عام الضحايا، وللأسف الضحايا أغلبهم أطفال 15 سنة 13 سنة 7 سنين 5 سنين. ما بقتش فاهم إيه اللي بيحصل في البلد دي. الطفل محمود اللي أمه سمحت لزوجها وشاركت في تعذيب ابنها بمنتهى الوحشية، ولولا أخوه هرب وبلغ أهله كان ممكن لا قدر الله يكون مصيره زي مصير شهد، لكن الحمد لله ربنا نجاه، وابتدى كمان في مرحلة العلاج وحالته بقت أفضل من الأول بكتير. رحنا ونزلنا لمحمود لأن احنا في برنامج طريق الخير هدفنا إن احنا نكمل ونتابع مع الحالة لحد ما نتأكد بفضل الله إنها بقت كويسة. قبل ما نشوف محمود دلوقتي خلونا نفتكر شكل الحادثة والواقعة كانت عاملة ازاي. نشوف فيديو بسيط ونرجع نكمل في طريق الخير. هي عملت في محمود كده ليه؟ ايه السبب؟ لو هي ابنها هموتها. انت ازاي تقدر ابنك تعمل فيه كده؟ ما فيش ام في الدنيا ولا اليهودية حتى. بحبك. انت ازاي تقضي بابنك تعمل فيه كده؟ قاعد عشان كان بيقل ادبه. ما هي قبل كده جايباها من حوالي 3 4 اشهر وجت قاعد معانا هنا، كانت حرقها في ايده هنا وهنا بالتفصيل كده وما فيهاش احراج. كنت كلكم زي اخواتي، قلبي صعب الولاعه في البله بتاعته، يعني معنى العضو الذكري بتاعه بلغه الطفل يعني. مكوه الايد اللي بنكوي بيها الملابس يحطها لغايه لما تلطش على رجله، والطفل اللي بيحكي كل ده الولاعه سقف بقه مولعه ولسعه والولاعه في سقف بقه وبقه من بره. زي ما شفنا مع بعض حاله الطفل محمود، ده كان جزء من تقرير ازعناه عليكم قبل كده، عرضناه من كام اسبوع ونزلنا سجلنا مع محمود. قبل ما نطمن ونطمن المشاهدين على حاله محمود، معانا اتصال تليفوني. سلام عليكم. سلام عليكم استاذ نعيم من الشرقيه، اهلا بيك. والله العظيم يا استاذ علي انا بحبك في البلد. ربنا يخليك. انت راجل محترم وانا بقدرك، وانا راجل على المعاش عندي 58 سنه واخد بال حضرتك، وعندي مشكله حاولت اطلب حضرتك مرتين، كل مره اقعد نص ساعه ما اعرفش اكلمك. انا تحت امرك. الله يبارك فيك يا استاذ علي. والله انا مش عارف، انت ممكن تكون في سن ابنتي الكبيره عندها 29 سنه. طيب هستاذنك علشان ما تدفعش يعني وعلشان ما تتعبش، طالما انت عندك مشكله وانت حاله انسانيه، هستاذنك فريق الاعداد ياخد رقم التليفون واحنا هنكلمك بعد الحلقه. وانا تحت امرك. يعني اقبل ايدك انك خليك تكلمني بعد الحلقه. العفو، فوق دماغي فوق دماغي. زي ما شفنا مع بعض الجزء اللي كان فيه محمود لما تعذب من زوجه امه، من زوج امه ومن امه وبمشاركتها، تعالوا نطمن المشاهدين على حالة الطفل محمود ونرجع نكمل في طريق الخير. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. عارف انا جايب لك ايه؟ تحب الفوانيس؟ جايب لك فانوس رمضان وجايب لك العاب جميله. يلا بينا نطلع ونلعب مع بعض. يا مكعب. طب ايه رايكم نقعد في الارض؟ نقعد في الارض؟ الحب ما بينا لسه ما فاتش. ما ماتش لسه، زمان الحب ما بينا لسه ما فاتش، لسه في ناس الخير جواها علشان كده ربك قواها، لسه في ناس الخير جواها علشان كده ربك قواها، خلاها تدي وتدي كتير وما تندمش. بتحب اياد؟ هتدي له لعبه؟
ماشي حبيبي. ومعانا دلوقتي جدته اللي كنا سجلنا معاها الحلقه اللي فاتت علشان تطمننا اكتر على محمود. الحمد لله، يعني محمود دلوقتي احتمال يبقى عنده عمليه عشان عنده شلل في العصب السادس، واللي هي بتعمل رعشه في رجله وعملت له الحول في عينيه. دي برضه بسبب ان هم كانوا بيضربوه في دماغه عشان خبطوه في الحيطه، عشان هم ده في تجمع دموي عمل ارتشاح، فده عمل شلل في رجله بترتعش على طول رجله اليمين، وعمل حول في عينيه زي ما حضرتك شفت وصورت معايا. الحاجات اللي في دماغه دي طفي سجاير كتيره، كميه النقر دي ما شفناش غير بعد ما حلقنا له شعره، فدي كلها طفي سجاير في دماغ الولد. ويطفوا سجاير في دماغه؟ في دماغه. هو ده كلام محمود وكلام اياد، احنا ما شفناش، يعني عشان اقول لحضرتك انا شفت ابقى بكذب. دلوقتي هو محمود واياد لما بداوا يفوقوا شويه بداوا يتكلموا بس، فربنا يشفي يعني. وبرضو احنا بنشكر كل الناس اللي يعني من ساعة حالة محمود ما تعرضت في طريق الخير وتعرضت في على الجرايد وكده، هو الناس كتير جدا بتسأل على محمود وبتطمن عليه، فاحنا بنشكرهم جدا جدا. الناس اللي هي اتعاطفت معه وما شافتوش وما تعرفش عنه حاجة، فيعني انا مش عارفة هي جابت قلبي منين تستحمل يتعمل كده في ضناها. الضنا غالي يا ابني، الضنا غالي قوي، ازاي استحملت يحصل كده قدامها من جزء تجيبه لنا؟ ده احنا نتمنى التراب اللي بيمشوا عليه. وزي ما حضرتك شايف يعني احنا بنشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وتسال على محمود. مش عايز اقول لحضرتك تقريبا كل يوم ناس بتتواصل معانا تطمن على محمود، فاحنا بنشكرهم جدا 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 من كل قلبنا. بس عايزين دلوقتي الاول حاجه نطمن على محمود، لان دي في عمليه كبيره في المخ. ربنا يشيل عنه يا رب. منا عليه يا رب. وانا بشكر حضرتك يا استاذ علي على المجهود اللي بتعمله وعلى تعبك مع محمود، وربنا يجعلكم دايما في طريق الخير على طول مستمرين ان شاء الله، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. يعني ما تكونش في حاجه وحشه يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي، وربنا كده يكرمك دايما تسعى للخير. احسن طريق في الدنيا تمشي فيه فعلا طريق الخير. في شاب من السويد جه امبارح وكان اول مره ينزل مصر، من اصل مغربي، اول مره قال انا اول مره انزل مصر. شفت الحلقه، انا وزوجتي تعهدنا ان احنا نروح نشوف محمود. قالت له انت انزل الاول بعدين ناخد الاسره كلها ونيجي نشوف محمود. فلقيته جاي امبارح، قال انا من السويد، بحسبه انا من السويس، فبيقول لي انا من السويد. قال لي اه والله من السويد، ونازل مخصوص امبارح علشان اقابل محمود النهارده واشوف الحلقه بتاع طريق الخير. اثرت فينا جامد جدا، ومعقوله ما كانش مصدق، بقول لي ايه ده، معقوله في حاجه كده؟ قلت له حضرتك جاي شوف اضافرهم، شاف بكى الراجل، بكى هو قاعد. وجاي من السويد مخصوص؟ جاي من السويد مخصوص. احنا كنا مستعجبين، وراني الباسبور بتاعه والله، قال له هو بص التذكره والختم، ختم دخول مصر اهوت موجود. عايز اقول لك والله العظيم ناس من كل انحاء العالم، الست خديجه من كندا بعتني مخصوص برضه قالت لي لازم اطمن على محمود، ام حبيبه من السعوديه، ناس من كل انحاء العالم والله بيسلموا على محمود وعايزين يطمنوا عليه. والله ربنا يكرمهم يا رب. واحنا يعني ايه المشاركه الوجدانيه ديت، بنحس الدنيا لسه بخير. بص انا عارف ان انت مش محتاج، بس دي هديه، ما حدش يرفض الهديه. يا رب يخليك. الله يخليك. تقدر حضرتك تديها لمحمود بقى يعني. دي مساعده بسيطه، هديه كده. يا رب يخليك، يا رب يخليك. الله يخليك. طيب ماشي، دي هديه بسيطه ما لهاش علاقه باي حاجه يعني. ماشي، شكرا شكرا. واشكر كل الناس اللي اهتمت بمحمود، واشكر حضرتكم باهتمامكم بمحمود، وكل الناس اللي بتسال على محمود لهم جزيل الشكر. دلوقتي هنسجل مع ام احمد زوجة جد محمود. عايز اقول ان الست محمود ارتبط بيها وكانت احن عليه من امه، ده الكلام اللي سمعناه. هنشوف دلوقتي ازاي محمود ارتبط بيها وعايش معها بيقول لها ايه، يعني حاسس بايه. في البداية عرفينا بنفسك. ام احمد حمادة، زوجة المهندس حمادة. قولي لي بقى، محمود ارتبط بيكي بيقول لك ايه؟ بتعاملي ازاي؟ بيعاملك ازاي؟ بعمله زي محمد ابني الصغير، هو ابني يعني، سبحان الله. هو دلوقتي يتيم الاب والام، الحمد لله ربنا عوضه اب وام ان شاء الله، يعني هتتابعوا معانا باذن الله وتشوفوهم باذن الله. التربيه باذن الله هتبقى احسن تربيه ان شاء الله. عايز اقول لك ان ربنا هيجازيك ان شاء الله خير، وربنا يجعل يعني ثوابك الجنه ان شاء الله. هو ده اللي احنا طالبينه، احنا الحمد لله طالبه الجنه مش طالبه اي حاجه تانية. إيه الحمد لله، يعني ربنا يبارك لي فيهم وفي ولادي، وهو ده كل اللي انا طالباه من الدنيا، وربنا يبارك لي فيه ويشيل عن محمود يا رب.
مش هيكون حمل عليك او هتتضايق منه؟ لا لا عمري، يعني عمري، ويعني ان شاء الله هتتابعوا معانا وهتشوفوا. الحمد لله عمري ما بتقل من اي حد. عايز بقى اسالك، محمود بيقول لك ايه؟ الموضوع ده اثر عليه ازاي لما بيكلمك بيفضفض عليكي؟ هو يعني لما بيتكلم بقى بيقول اللي عملوه فيه، يعني قول لي لسعني هنا يا ماما، ضربني يا ماما كده لما بيبقى. فانا برضه مش بحاول اخليه يتكلم كتير عشان بيتضايق. بيقول لك يا ماما؟ بيقول لي يا ماما. يعني كان هو في المستشفى وانا غبت بتاع 3 ايام ما روحتش، بقى بيقول له ما عاوز ماما بودي. بودي ده اللي هو محمد الصغير. راح اتصلوا عليا ورحت له. محمود ازيك؟ مين دي يا حدى؟ ماما. ماما مين؟ مامودي. ماما مامودي؟ مامودي. بتحبها؟ بتحبها قد ايه؟ كتير كتير. طب يلا بوسها بقى. زي ما شفنا مع بعض محمود، الواحد سعيد جدا، سعيد جدا ان بفضل الله برنامجنا موجود في كل العالم. يعني ناس كلمتني من كل الدول والله، من كندا، من فرنسا، من المغرب، يعني كل الدول، كل العرب الاشقاء او المصريين اللي عايشين في دول بره كلموني علشان يطمنوا على محمود. نزلنا اطمننا على محمود، والحمد لله اثار الحروق والحاجات اللي كانت عنده خفت. بس للاسف محمود محتاج عمليه في المخ. خلال اسبوع هتتحدد العمليه لو العلاج ما جابش نتيجه. بشكر كل الناس اللي تعاطفت مع محمود، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يتمم شفائه.